السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن تفسير الأحلام لابن سيرين والنابلسي، باب الألف، الجزء السابع. أحمق مغرور. إذا حلمت بأحمق مغرور فهذا يعني انحطاطا في العقل، على الحالم أن يجاهد كي يرتقي بعقله إلى الأفكار النبيلة. الأخ. قد يرى الإنسان في المنام أخا أو جده أو عمه أو خاله أو من له نصيب في الميراث، فكل ذلك يدل عمل المشاركة أو المساعدة في المال، وربما دل بعضهم على بعض كذلك. أخت غير شقيقة. تدل رؤية الأخت غير الشقيقة في الحلم على أن الهم والقلق سيلازمانك. اختراع. إذا حلمت باختراع فإن هذا ينبئ أنك سوف تنجز في الحلال عملا فريدا، وسوف يزيد اسمك شرفا. إذا حلمت أنك تخترع شيئا ما، أو شعرت أنك مهتم باختراع ما، فإن هذا يعني أنك سوف تطمح إلى الثروة وسوف تكون ناجحا في مشاريعك. اختناق. إذا رأيت نفسك تختنق فتفسير أنك ستحزن وتقلق على سلوك وسيرة شخص تحبه. بعد رؤية هذا الحلم مطلوب منك الحذر والانتباه إلى صحتك. إخراج. وأما إخراج الرجل من مستقره فإنه يدل على نجاته من الهموم، وحكي أن رجلا أتى بعض المعبرين فقال: رأيت كأن جيراني أخرجوني من دياري. فقال له المعبر: ألك عدو؟ قال: نعم. قال: وهل أنت في حزن؟ قال: نعم. قال: البشارة، فإن الله تعالى ينجيك من شر كل عدو ويفرج عنك كل هم وحزن، لقوله تعالى في قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فأنجيناه وأهله. أخرس. إذا حلمت أنك تتحدث مع شخص أخرس فمعناه أن أحداثا غير متوقعة في حياتك سترفعك إلى منزلة أعلى. وإذا رأيت في الحلم أن أخرس فتفسيره تعرضك لكارثة وضيق عظيم. أداة. إذا حلمت بأدوات فإن هذا يعني وسائل غير مقنعة لإنجاز عمل ما. إذا كانت الأدوات مكسورة فسوف تكون مهددا بالموت، أو أن مرضا خطيرا سوف يصيب أقرباؤك أو أصدقائك، أو سيكون ثمة فشل في العمل. أداة جراحية. إذا رأيت في الحلم أداة جراحية فتفسير شعورك بالحزن تجاه موقف أحمق يقفه صديق منك. إدريس عليه السلام. من رآه في المنام أكرمه الله بالورع وختم له بالخير، وصار مجتهدا في العبادة، بصيرا، حليما، عالما. ومن رأى في منامه أنه أصبح إدريس عليه السلام كثر علمه أو تقرب من الأكابر ونال المنازل العالية. تسجيل صوت مرام عبد الله إبراهيم فطاني، فيسبوك نيم مرام عبد الله فطاني. وأتمنى من الله عز وجل أن يتقبل عملي هذا بأحسن قبول، وسوف أضعه في النت فيعتبر كصدقة جارية. وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى،
حسن الظن بالله، أنا عند حسن ظن عبدي بي، وعلى نياتكم ترزقون. فيا رب يا منان، تقبل عملي هذا بأحسن قبول. يا كريم يا أكرم الأكرمين، يا رب يا منان، واغفر لنا ذنوبنا ومعاصينا يا رب يا منان، وارزقنا جنة الفردوس يا رب يا منان، وثواب راجع لمرام فطاني وماما وبابا وأهلي والمسلمين الأحياء منهم والأموات، وكل شيء خلق الله عز وجل الأحياء منهم والأموات.